السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذه الندوة التي نخصصها لذكرى الإسراء والمعراج، وقد استضفنا الأستاذ محمد أحمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية. أستاذ محمد أحمد حسين، مرحبا بك. مرحبا بك، حياك الله. معنا أيضا الأستاذ تامي بن عزوز. أستاذ بن عزوز، مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. أستاذ محمد أحمد حسين، يعني لو سألتك في البداية، ما الحكمة من الإسراء والمعراج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صاحب الإسراء والمعراج وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما من شك يا أخي أن إرادة الله سبحانه وتعالى وحكمة الله سبحانه وتعالى في تأييد الأنبياء، ومنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وأول العالمين وآخر من بعثه الله لهذه الدنيا كافة، الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته حينما كان يذهب إلى أقطار الدنيا وإلى الجزيرة العربية على وجه الخصوص قبل ذلك، واجه في هذه الدعوة مصاعب كثيرة، ولعلكم لا يغيب عنكم رحلته إلى الطائف وذاك الرد السيء الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف، فعاد حقيقة منكسرا من هذه الرحلة، ولكن تعلقه بالله سبحانه وتعالى لم يتزعزع ولم يتغير، فهو رسول رب العالمين الواثق بأن الله مؤيده وأن الله ناصره. أستاذ، يعني كما ذكرتم رد عليه أهل الطائف ردا سيئا، هل يستفاد من هذا الأمر أستاذ أنه وكأنه يقال للنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أهل الأرض قد آدوك فإن أهل السماء يرحبون بك؟ تماما، هذا الذي كنت أريد أن أصل إليه بعد هذه المقدمة السريعة والبسيطة. تفضل أستاذ. الله قال له إذا كانت هذه الدنيا قد أغلقت أبوابها في وجهك ووجه دعوتك فإن أبواب السماء رحبة، وأن أبواب السماء مفتوحة لك ولدعوتك، لا بل أنك أنت المكرم عند الله سبحانه وتعالى، لكننا نريد أن نعلم أتباعك درسا بأن حملة الرسالة وأن أصحاب المبادئ لا يواجهون بالحرير ولا يواجهون بالزهور، إنما يواجهون بالقسوة ويواجهون بالرد، وبالتالي يتحملون هم هذه المصاعب كلها في سبيل هذه الدعوة. ولذلك إذا كانت الدنيا قد أغلقت أبوابها فها هي السماء، رب السماء يرحب بك بهذه الرحلة القدسية، هذه الرحلة المباركة، هذه المعجزة. وهنا مهم جدا أن نشير إلى أن رحلة الإسراء والمعراج هي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعجزة كما تعلمون تأتي للأنبياء في سياق تأييدهم في دعوتهم وتحديهم لكل العالم في هذه الدعوة، ولذلك معجزة الإسراء والمعراج هذا جانب. الجانب الآخر الذي يلحظ به أن أرض الإسراء والمعراج، سنعود لهذه القضية أستاذ، اسمح لي. يعني تماما. أستاذ تهمي بن عزوز، نقرأ في أحداث الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم له الخمر وقدم له اللبن فاختار اللبن، ما الدلالة الرمزية أستاذ لهذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، شكرا لكم على هذه الاستضافة. حقيقة إن الحديث عن الإسراء والمعراج حديث تشريف لهذه الأمة من خلال تشريف رب العزة سبحانه وتعالى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الخصوصية التي لم تعطى لأحد قبله، ولذلك كما ذكر زميلي الأستاذ الكريم أنها معجزة، هي معجزة بكل المقاييس. نعم. فيما يخص اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للبن، أنه اختاره عليه الصلاة والسلام في شكله، في بياضه، في أنه الشراب الذي يغذي الأطفال، هو في كل شيء، ولذلك فدلالته تدل على الفطرة. نعم. في نصاعته وفي بياضه وفي جماله وفي طهارته إلى غير ذلك، ولذلك الدلالة الرمزية تبين أن هذا الدين هو دين الفطرة. نعم. ولذلك فعندما نقول دين الفطرة يطرح سؤال، كيف نفهم هذه الفطرة؟ ما معنى هذا الكلام؟ لكن قبل ذلك أستاذ، ما العلاقة بين اللبن والإسلام؟
حقيقة هو إذا فهمنا الفطرة وفهمنا الخصوصية التي أعطيت لهذا الدين، هو سهولة أمر الدخول الناس في هذا الدين. ولذلك عندما نرى، يعني كما أن اللبن سهل فالإسلام سهل، أليس كذلك؟ نعم صح، هذا بالضبط. ولذلك نرى أن هذا الإسلام انتشر لأنه ينادي القلوب، لأنه ينادي شيئا كامنا في دماغ الإنسان وفي قلبه، ولذلك لا تجد صعوبة. وهنا دعاة والعلماء الذين يقومون بالدعوة إلى الله تعالى يقولون، وهذا متواتر، يقولون بأن دين الإسلام بقرآنه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، هو يفعل فعله بنفسه، لا يحتاج منك أن تقدم مجهودا إضافيا آخر. يعني هو معجز في ذاته، نعم. وهو يستجيب للفطرة وكأنه لباس، نعم، لباس أعد خصيصا لذلك الجسد، فليس يعني بالطويل وليس بالقصير وليس بكذا وكذا. فهو يعني لو كانت الفطرة جسم ذات طول وكما ذات عرض كما، نعم، يقول أحد، نعم، كتاب السيرة، نعم، لكان التوب المفصل على قدرها هو الإسلام. اسمح لي أستاذ أنتقل إلى الأستاذ محمد أحمد حسين. أنت أشرت أستاذ إلى الإسراء، يعني في حديثك، نعم، عن الحكمة من الإسراء والمعراج، وفي أرض الإسراء ربط النبي عليه الصلاة والسلام البراق. ربط النبي عليه الصلاة والسلام للبراق الذي نقله من مكة إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ما دلالة هذا الأمر؟ وحقيقة في وصف البراق كما ورد بالأحاديث هي تلك الدابة التي ينتهي قدمها عند منتهى بصرها، هي معجزة أيضا حقيقة. يعني هي دابة لم نألفها نحن البشر، ولا يوجد دابة اسمها البراق إلا هذه الدابة التي سخرت وهيئت لإسراء النبي صلى الله عليه وسلم واسطة النقل. وهذه فيها دلالة حقيقة على الأخذ بالأسباب، نعم. يعني حتى هو كل أحداث الإسراء هي معجزة، وبالتالي هذه الدابة هي جزء من هذه المعجزة، هذا الانتقال السريع. لكن الله يريد أن يقول لنا أن أخذ الأسباب مهم، ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم لذاك الأعرابي الذي ترك الناقة، نعم، قال اعقلها وتوكل، وهو طبقها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من أخذ الأسباب حتى وإن كانت الوسيلة بحد ذاتها هي معجزة وهي مسخرة، صحيح، من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربط البراق تعليما لأمته بأنك عليك أن تأخذ بالأسباب، رغم أن هذه الدابة ميسرة ومسهلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل عليه السلام كما تعلم في البداية أخبرها بأنك أنت ستحملين النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي النبي عليه السلام ربط هذه الدابة في هذه الحلقة كما تذكر أيضا كتب السيرة والحديث، ربطها بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. وفي هذا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بدعا من الرسل، بل هو كسائر الأنبياء وكسائر المرسلين أخذوا بالأسباب، وسخر الله لهم هذه الأسباب حتى بلغوا هذه الدعوة، لذلك ربط الدابة. وهنا لابد من الإشارة وبشكل واضح بأن المكان الذي ربطت فيه الدابة فيه الآن مسجد يسمى بمسجد البراق، نعم، وهو مجاور تماما في الجهة الغربية لبوابة أيضا في هذا الذكر اسمها بوابة المغاربة، نعم. فلكم أنتم أيها المغاربة رباط هناك في المسجد الأقصى المبارك اسمها حارة المغاربة، وكل إنسان مسلم أستاذ له رباط هناك، وكل يعني إنسان مسلم، نعم، له رباط، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، نعم، ومنها طبعا المسجد الأقصى المبارك الذي يشد المسلمون، سنعود أستاذ المسجد الأقصى إن شاء الله، ليرابطوا، نعم، فيه وليتعبدوا فيه، نعم. فمن هنا جاءت الأخذ بالأسباب في قضية ربط هذه الدابة، ثم الصلاة، نعم، في المسجد بالأنبياء إماما، نعم، وهذه لها رمزية إذا كان يسمح المجال باختصار شديد، باختصار شديد. أما الأنبياء جميعا عليه الصلاة والسلام وتقدمهم، فيها دلالة واضحة لتكريم النبي صلى الله عليه وسلم على سائر البشر وإن كانوا أنبياء، وأنه كذلك أخذ الإمامة الكبرى من هؤلاء الأنبياء بتسليمهم له هذه الإمامة في تلك الليلة، لأنه لا نبي بعد. ومن هنا كانت الأمة الإسلامية هي القائمة
والتي لها حق القيمومة على المسجد الأقصى المبارك وعلى البراق وعلى كل الآثار. فيه دلالة أستاذ على عالمية عليه الصلاة والسلام وعلى عالمية هذه الدعوة التي ختمت بها سائر الرسالات. أستاذ بن عزوز، نقرأ أيضا في أحداث الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مجموعة من المرائي. ما الدروس المستفادة من هذه المرائي التي رأها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج؟ عليه الصلاة والسلام، حقيقة إن طبيعة الإسراء والمعراج في رحلته وفي عموم الأفعال والأعمال التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، من شأنه أن يرى أشياء ليست مألوفة في الدنيا. ولذلك رأى أشياء كثيرة يمكن أن نذكر منها فقط بعضا منها، وهي مثلا رأى أناسا لهم رؤوس، يعني هذه الرؤوس تضرب على حجارة، ثم بعد ذلك كلما ضربت وفتتت رجعت كما كانت. فسأل جبريل عليه السلام من هم هؤلاء، فقال هؤلاء هم تاركوا الصلاة، يعني تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، عن الصلاة تتثاقل. هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة من أمتك، من أمتك. نعم. ولذلك هذا النوع أراد الله سبحانه وتعالى أن يبينه للنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهذه الأمة، حتى لا يفرطوا في الصلاة، لأنهم لو لم يعلموا هذا لفرطوا في الصلاة ولما أقاموا الصلاة على الوجه المطلوب. ومن هنا فإن تسمية شريعة الإسلام بالرحمة تدخل من هذا الباب، لأن رحمة الإسلام أن هناك غيبا رآه النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وثانيا أخبر به أمته. ومن هنا تجد أن العلماء والعباد والزهاد حافظوا، وجميع المسلمين في أغلبهم والحمد لله يحافظون على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا وليس يعني قبل ذلك أستاذ اسمح لي، يعني كما ذكرت ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرائي كلها كان غيبا. ما الدلالة في هذا الأمر؟ يعني رأى الجنة والنار ورأى مجموعة من الأشياء. نعم الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرمه. نعم. لأن الغيب هو كرم. نعم. ليس في المتناول. ونحن اليوم عندما نتحدث عن الفضاء وعندما نتحدث عن أشياء اكتشفت الآن يتباهى الإنسان بها، لكن في ذلك الوقت قبل 14 قرنا المعلومة كانت لها قيمتها، وهذا تكرم من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك آراه من الآيات الكبرى. هذه الآيات الكبرى هي مثلا هذا المنظر، رأى أناسا بطونهم منتفخة
كثيرا ولا يستطيعون أن يعني يسيروا في الطريق بسبب انتفاخ هذه البطون، وأخبر أن هؤلاء أكلة الربا إلى غير ذلك من الأمور التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والغرض والقصد من ذلك أن يبلغ هذه الأمور إلى المؤمنين الجدد. نعم. ولمن سيكون بعدهم بهذا الدين الجديد وبهذه المعجزة في مفهومها العام التي اشتملت على أمور محسوسة وعلى أمور غيبية. نعم. هذا التصريح بالغيب جاء في سورة البقرة عندما قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أولا الذين يؤمنون بالغيب. نعم. يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغيب حقيقة. أنت أشرت أستاذ يعني إلى الآية القرآنية الكريمة التي تؤصل لحدث الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هنا أريد أن أنتقل للأستاذ محمد أحمد حسين وأسألك أستاذ، يعني لماذا هذا الترابط في الآية القرآنية الكريمة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ نعم، لو بحثت أنت في تاريخ المسجد الحرام والمسجد الأقصى لوجدت الترابط تماما. ولذلك سبحان الله قال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، عودة إلى التاريخ العميق والتاريخ البعيد لهذه المساجد. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. إذن البيت الحرام أو المسجد الحرام هو أول بيت وضع في الأرض. ولذلك هذا ما دفع الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو ذر ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. إذن هناك ربط وارتباط واضح تاريخي لأصل وجود هذين البيتين في هذه الأرض المباركة. فالمسجد الحرام هو البيت الأول والمسجد الأقصى هو البيت الثاني، هذا جانب. الجانب الآخر، حينما فرضت الصلاة التي فرضت ليلة الإسراء والمعراج توجه المسلمون إلى أين؟ إلى المسجد الأقصى، وكان القبلة الأولى، ولذلك نحن نقول أولى القبلتين. نعم. وثاني المسجدين، ثاني المسجدين في الوجود وفي التاريخ على هذه الأرض، ثم أولى القبلتين، وثالث الحرم. المساجد التي تشد إليها الرحال، أو ثالث الحرمين الشريفين تجوزا، لأن المسجد الأقصى ليست له أحكام الحرم المكي والحرم المدني. هو نعم من المساجد التي تشد إليها الرحال، لكن لا يأخذ أحكام الحرم المكي والحرم المدني لأحكام لا يمكن الحرم. أستاذ أن نقول بأن الرحلة إلى المسجد الأقصى كانت مقصودة، يعني الله عز وجل قادر على أن ينقل النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى السماوات. يعني هذه القضية الحقيقة فيها دلالات كثيرة لا تتسع هذه الحلقة لبيانها وتفصيلها، حقيقة تحتاج إلى حلقة أو إلى محاضرة أو إلى وقت طويل حتى نبين هذه الحكم من هذا الربط، لكن لعلنا نوجز ونذكر المهم في هذه القضية. أولا، أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المساجد هي حلقة الوصل في العالم الإسلامي. المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى المبارك، هذا أول مسجد يوضع في الأرض، هذا ثاني مسجد يوضع في الأرض، هذا هو القبلة الأولى وهذا هو القبلة الثانية. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا المسجد النبوي هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقامه والذي طلب أيضا، كما أن مكة حرم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أن يجعل المدينة حرما، ولذلك المسجد النبوي له أحكام الحرم ما بين لابتيها كما تعلم محرم. وبالتالي اشتركت هذه المساجد في التاريخ، اشتركت في الأحكام، اشتركت في شد الرحال، وهذا أيضا يجعل مسؤولية الأمة الإسلامية أن هذه المساجد هي أرض إسلامية وهي أرض في ديار الإسلام. فلا يمكن أن نتصور المسجد الحرام ولا المسجد النبوي الشريف ولا المسجد الأقصى إلا بأن نتصور الأمة الإسلامية التي لها حق القيمومة ولا حق النظر ولا حق الرعاية لهذه الأماكن المقدسة. ولذلك كثير من العلماء حينما تكلم عن محنة المسجد الأقصى الحاضرة وعن محنة المسجد الأقصى في الأيام الغابرة كان يقول
وإنما يجري في هذه الرحاب الطاهرة المقدسة هو تماما كالذي يجري في الرحاب المقدسة من مكة والمدينة المنورة. يعني أستاذ، يعني من فرط في المسجد الأقصى يوشك أن يفرط في المسجد الحرام تماما. أن من أراد أن يحافظ على المسجد الحرام ويحافظ على المسجد النبوي الشريف فعليه أن يحافظ على ثالثهما وهو المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي هذه الأرض هي أرض إسلامية واحدة، هذه المساجد هي معالم التوحيد ومعالم العقيدة الإسلامية في هذه الأرض، وهذه أمانة ربانية ووديعة محمدية على الأمة أن تنهض برعايتها وحمايتها والحفاظ عليها. فما يصيب المسجد الأقصى في هذه الأيام حقيقة كاف لأن يحرك من يوجهون وجوههم إلى المسجد الحرام ومن يقصدون المسجد النبوي بالزيارة وشد الرحال إليه، ألا ينسوا بحال من الأحوال ولا بأي ظرف من الظروف هذا المسجد الثالث الذي يقول أيها المسلمون أين أنتم من معجزة الإسراء والمعراج؟ أين أنتم من أمانة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ أين أنتم من القيمومة على هذه الديار التي كتبها الله إسلامية؟ والقرآن ويا أخي الكريم هناك لفتة قريبة، إذا ما أطلق اسم المسجد فيفهم عرفا ويفهم لغة ويفهم اصطلاحا بأنه المكان الخاص لعبادة المسلمين وحدهم. والقرآن ركز على هذه القضية من المسجد، ولذلك إلى الحرام، قال من المسجد إلى الحرام الأقصى. المسجد الحرام له أسماء، سماهما مع المسجد الكعبة المشرفة سماهما مسجدين، فقال المسجد الحرام وقال المسجد الأقصى، وأعطى صفة المسجدية بقرار رباني لا يقبل التغيير ولا يقبل النقد ولا يقبل التلاعب، وبالتالي ويحمل الإنسان المسلم عدم التفريط في تماما في المساجد، هذه المساجد الثلاثة. هذا صحيح. أستاذ بن عزوز، أبو بكر رضي الله عنه لقب في هذا الحدث، حدث الإسراء والمعراج، بالصديق. الإنسان المسلم كيف يرتقي إلى هذه المرتبة، مرتبة الصديقية؟ حقيقة إن محور وجود سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج قضية مركزية في هذه المعجزة الكبرى العظيمة الهائلة المشرفة لهذه الأمة، ذلك أنه رضي الله عنه كان معروفا بتشبته بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي سلوكه، مهما أتى المشركون إليه وقالوا له ما قالوا. وقد وجد المشركون في ذات في ذلك. اسمح لي أنا أسألك سؤال مباشر، كيف يرتقي الإنسان المسلم إلى هذه المرتبة، مرتبة الصديقية، باختصار شديد أستاذ؟ يعني حقيقة ألا وإن وذكر الصالحين وذكرهم فبذكرهم تتجدد الرحمات، إن هؤلاء يعتبرون نبراسا لكل من أراد أن يلتزم ولكل من أراد أن يستمسك بدينه وأن يأخذ إيمانه من سير هؤلاء الصحابة العظام الكرام، عليه أن يضع منهجا في حياته للصدق في أقواله وفي أفعاله وفي تصرفاته، بمعنى أن يكون صادقا في كلامه وفي أقواله وفي وعوده وفي عمله. وإذا أصبح يعني ملحا وسائرا في هذا المنهاج فإنه يصل إلى هذه المرتبة. لما لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث الصحيح، لا يزال المؤمن يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فنرجو من الله عز وجل أن يكتبنا من الصديقين. أستاذ محمد أحمد حسين، باختصار شديد، الرسول عليه السلام في هذه الرحلة يعني عاد للأمة بهدية عملية هي الصلاة. كل العبادات الإسلامية أستاذ فرضت في الأرض باستثناء الصلاة، ما الحكمة من هذا الأمر باختصار شديد؟ يعني لعل ما يلمحه المسلم في قضية هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بجسده وروحه إلى السماوات العلى وظل يرتقي حتى كان كما تذكر كتب الحديث يسمع صريف الأقلام أو صرير الأقلام. لكن أجبني أستاذ، ما الحكمة من جاي؟
يكتفيك بالحكمة. نعم. فالله أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرحلة بالجسد والروح، وفرض هذه الصلاة على المسلمين لتكون معراجا للمؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. كأن نصيب الإنسان المسلم من حدث الإسراء والمعراج هو هذه الصلاة. حدث ومعجزة الإسراء والمعراج هي الصلاة التي هي بحد ذاتها معراج المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. المسلم يرتاح بالصلاة ويطمئن إلى الصلاة، ولذلك هي معراج روح المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا تكريم أيضا من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. فأنت في اليوم بالخمس مرات فرض، تؤدي خمس صلوات مفروضة عدا طبعا عن السنن والنوافل وغيرها، فالمسلم كأنه في معراج دائم ومتواصل إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لم يكن هذا المعراج بالروح والجسد فعلا كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الأقل يعرج المؤمن بروحه إلى خالقه. وما في شك أن أشواق الروح وتطلعات الروح هي تطلعات فوق العقل. نعم. فثم وراء النقل علم يدق على مدارك الأفهام. نعم. من هذا القبيل يعني. أستاذ محمد أحمد حسين أشكرك، كما أشكرك أستاذ تامي بن عزوز. أشكركم أيها السادة على المتابعة لهذه الندوة، نرجو من الله عز وجل أن يعجل باسترجاع المسجد الأقصى حتى نلتقي في ندوة قابلة. دمتم بأمان الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.